الثامن من ديسمبر من عام 1984 كان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على موعد مع التاريخ وأول لقب إفريقي يدخل خزينة النادي. الزمالك واجه شوتينج ستارز النيجيري في الدور النهائي وتمكن من حسم اللقب على حسابه والظفر بالنجمة الإفريقية الأولى. وكان الزمالك قد حسم لقاء الذهاب للدور النهائي لمصلحته بهدفي جمال عبد الحميد بملعب القاهرة الدولي في 23 من نوفمبر قبل أن يعود الفارس الأبيض ليحقق الانتصار من قلب نيجيريا في الإياب بهدف عكسي سجله مدافع شوتينج ستارز في شباكه ليعانق الفارس الأبيض الأميرة السمراء للمرة الأولى في تاريخه. وبات الزمالك هو أول فريق مصري يحقق الفوز ذهاباً إياباً في الدور النهائي لدور أبطال إفريقيا. ومثل الزمالك في لقاء التتويج بقيادة مديره الفني محمود بورجيلة عدد من النجوم على رأسهم عادل المأمور ومحمد صلاح وإبراهيم يوسف وسعيد البدي وجمال عبد الحميد ونصر إبراهيم وإيمانويل كوارشي، كما شارك بديلاً كل من عادل عبد الواحد وجمال عبد الله مسطرين تاريخاً من ذهب. الزمالك بدأ مشواره في نسخة عام 1984 بالإطاحة بالصفاقس التونسي ثم إزاحة جورماهي الكيني قبل أن يتخطى عقبة نكانة ريد ديفلز الزامبي في ربع النهائي واجتياز جتزي أوزو الجزائري شبيبة القبائل حالياً في نصف النهائي وعناق اللقب على حساب شوتينج ستارز النيجيري في النهائي. وعاد نجوم الزمالك لأرض الوطن حاملين الكأس الغالية وفي استقبالهم الملايين من أنصار وعشاق ميت عقبة في مشهد تاريخي، حيث كان عناق الزمالك للأميرة الإفريقية في عام 1984 بمثابة الغزوة الأولى للفارس الأبيض في أدغال القارة السمراء وبداية لصولات وجولات لم ولن تنتهي للقلعة البيضاء في بطولات الأندية القارية.